الأهلي أولاً وفوق الجميع، جملة مش بنحسها غير بالمواقف اللي بنشوفها وبتمر علينا طول الوقت. مهما مرت مواقف صعبة، مهما عدينا بصعوبات، هتلاقي طول الوقت ولاد النادي هم أول ناس بيقفوا ويقولوا لأ، النادي الأهلي أهم من أي حاجة، والقلعة الحمراء هتفضل محصنة وشامخة طول العمر. هتعرفوا إيه سبب الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي ده، بس خليني أرحب الأول بزميلتي العزيزة أميرة. أهلاً بك حبيبة قلبي، عاملة إيه؟ كويسة. هنقعد نعكس بعض كل يوم من أول الحلقة؟ لا، النهاردة نخش في الشغل بقى، عندنا حلقة طويلة. يلا. مساء الفل على كل اللي بيتفرجوا علينا وعلى جمهور الأهلي من كل مكان. النادي الأهلي نادي كبير بمنظومته، كبير بلعبته، كبير بجمهوره، رقم واحد في الملعب، وطبعاً النهاردة ليلة ما قبل المباراة، فمعنا مواضيع وأحداث مهمة. خلينا نبدأ حلقتنا ونروح نشوف معنا أخبار إيه النهاردة في السريع. والخبر معنا النهاردة عن مغادرة باعثة الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب مدينة تطوان المغربية، والانتقال لمدينة طنجة استعدادا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بكرة الأربعاء إن شاء الله الساعة 9 بالليل. والأمطار امبارح كانت تسببت هي والثلوج في إنهاء مارسيل كولر المدير الفني للتمرين الأساسي علشان يحافظ على سلامة اللاعبين. واللعيبة اللي كملوا بعض التدريبات داخل غرفة الملابس والجيم، الجو الحقيقة كان صعب جدا في المغرب، ربنا يحمي إن شاء الله اللعيبة ويبعد عنهم كل الإصابات. أمين يا رب، أمين إن شاء الله يقدروا يتأقلموا مع الأوضاع والجو. نروح بقى لتاني أخبارنا، والحقيقة خبر مهم وهو تلقي محمد الشناوي حارس مرمى وكابتن الفريق أكثر من عرض احتراف في الفترة اللي فاتت، وأبرزهم نادي النصر السعودي ونادي ويجن الإنجليزي بمبالغ كبيرة جدا. لكن الشناوي زي ما قال الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح فضل مصلحة الأهلي ومصلحة الفريق، ودي حاجة تحسب ليه علشان يضرب لكل اللاعبين، مش بس في الأهلي، لكل اللاعبين في الوطن العربي مثل لإخلاص اللاعب لناديه وتقديره لحاجة الفريق لجهوده وإصراره على الاستمرار وتكملة مشواره عشان يحقق إنجازات أكتر ويسعد جماهيره. وكابتن سيد قال كمان إن الروح اللي تعامل بيها الشناوي وإنه ما تأثرش بالإغراءات المالية بتعكس قيمته الكبيرة عند الأهلوية مسؤولين وجماهير، وإن رد فعله تجاه العروض وفي التوقيت ده كانت وهتفضل محل تقدير عند كل قيادات النادي، وفي مقدمتهم طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي أثنى بنفسه على الشناوي بشدة. الحقيقة اللي انت بتقوليه ده يا أميرة إن دل على شيء فيدل على اللي بيقدمه لعيبة الأهلي في المواقف اللي زي دي، اللي بيقدمه لعيبة الأهلي واللي بيخلينا كجمهور مطمن على الفريق، وإن كل اللعيبة بتتعامل بمنطق مصلحة الأهلي أولا، وبيدل كمان على شخصية لاعبي الأهلي والروح والانتماء اللي بيلعبوا بيها لتيشيرت النادي. من كرة القدم بقى رجال نروح من كرة القدم نروح لرجال سلة الأهلي وفوزهم المهم على حساب فريق مصر للتأمين في المباراة اللي اتلعبت ما بين الفريقين امبارح ضمن منافسات بطولة الدوري على صالة نادي المعولين العرب، وقدم فيها الفريق عرض قوي علشان تنتهي بنتيجة 79-51 ويحافظ الفريق على سلسلة الانتصارات اللي محققها في البطولة. إن شاء الله بإذن الله من مكسب لمكسب، ونتمنى التوفيق لكل لاعبين فريق رجال السلة ونحييهم على عروضهم وأدائهم القوي في كل المباريات. الصراحة نروح لآخر خبر معنا عن قرعة الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك أسبانيا، واللي اتسحبت امبارح وقع فريق برشلونة قدام غريمه التقليدي ريال مدريد، والماتش الثاني هيكون ما بين أسلونة وأتلتيك بالباو، مباراتين قويتين جدا وصعبين جدا خصوصا برشلونة وريال مدريد. أكيد الفريق الملكي هيكون عايز يعوض الخسارة اللي فاتت في الكلاسيكو، فأكيد هنشوف مباراة قوية جدا. دلوقتي خلصت أخبارنا، تعالوا نروح للجزء الثاني من فقرتنا وهو تعليق على صورة. الصورة اللي معانا النهاردة صورة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللي موجود مع الفريق كرئيس للبعثة في المغرب، وكان حريص امبارح على الاجتماع مع اللاعبين قبل مباراتهم مع أوكلاند سيتي، واتكلم معاهم عن أهمية مشاركتهم العالمية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي، وشدد كمان على أهمية بداية مشوار الفريق بالبطولة والأداء بمنتهى القوة وإحراز نتيجة طيبة تدفع الأهلي لاستكمال المشوار، وطالب كمان اللعيبة بالتركيز واللعب
بروح الفانيلا الحمراء كعادتهم، وانه يكون الهدف الاساسي هو الوصول في البطوله لابعد نقطه ممكنه. الحقيقه خليني اقول لك ان كلنا عندنا ثقه كامله في كل عناصر الفريق، سواء كان الجهاز الفني او اللعيبه، واثقين ان اي حد هيبذل اقصى جهد وتقدير في شغله والمسؤوليه اللي عليه، وهيقدموا مستوى يليق بالاهلي وتاريخه ويسعدنا كلنا كجماهير للنادي الاهلي. عايزه اقول برضو انه لقطات كابتن بيبو مع اللعيبه فين ما يروحوا خطوه بخطوه، وجوده معاهم في الملعب، مساندتهم، وانه محسسهم انه في ظهرهم، انه بيدعمهم. دي لقطات اللعيبه اللي بتوثقها في تاريخهم، لقطات ما حدش هيشوفها غير في النادي الاهلي وبس. فاحنا الحقيقه متفائلين ان احنا نقدر نوصل لحاجه كويسه في البطوله دي باذن الله. للاسف خلصت فقرتنا، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقه. سؤال حلقتنا النهارده مع ام ضد مشاركه الابناء في مشاكل الاسره. مفيش بيت او اسره ام واب عايشين مع بعض ما بيحصلش ما بينهم مشاكل وخلافات، هي الحياه كده طبيعي، يوم حلو وجميل ووردي ولذيذ، ويوم مر واسود من قرن الخروف عادي. يعني الحياه من غير مناكفه ومناكشه ما تبقاش حلوه ولا ليها طعم، يعني كلنا متفقين على هذا، خصوصا بقى لو الحياه دي فيها اولاد. طبيعي ان اي حاجه بتحصل هم اول اشخاص بيتاثروا بيها، سواء في تفكيرهم او في شخصيتهم، ودايما تصرفاتنا وشخصياتنا بترجع للوضع والظروف اللي فيها البيت، وده بيأثر عليهم جدا، خاصه البيت اللي بيبقوا طالعين طبعا منه الاولاد. اي ظروف ومشاكل بتحصل في البيت بتأثر عليهم، فده طبيعي. وطبيعي برضو ان احنا نتخانق ونزعق ونزعل ونبعد عن بعض شويه، لكن لما بيكون في اولاد في البيت، وده موضوعنا النهاردة، وشايفين كل ده الوضع بيختلف تماما. عشان كده بيحصل اختلاف في تعاملنا مع المسألة دي تحديدا، ومحتاجين نقف ونركز في اللي بيقول لازم نبعد الولاد تماما عن مشاكلنا وأي خلاف أو أزمة في البيت وما حسس الولاد بأي حاجة، وفي اللي معترض وبيقول لأ أشاركهم في المشكلة وأتكلم معاهم وأخد رأيهم كعضو في البيت عادي جدا. عايزين نعرف رأيكم، لأن هو ده موضوع حلقتنا، وأعتقد هو موضوع خطير. صح صح. خليني اقول لك انه مهم جدا نحدد برضو انواع المشاكل اللي بتحصل في اي بيت، لانه بالنسبه لي الموضوع برضو بيرجع لحجم المشكله. في مشاكل بسيطه نقدر نقول ان هي يوميه بسبب ضغوط شغل، طاقه سلبيه، دوشه الاطفال اللي بتسبب توتر للامهات وانشغال الحياه، لكن في مشاكل تانية مش بسيطه، الخلافات الكبيره بين الاب والام، الازمات الماديه اللي بتعمل خلل في توازن البيت، او نوع كمان المشاكل اللي بيتدخل فيها ناس من بره البيت اصلا، واي مشاكل ممكن تؤدي للانفصال وبعد الشر الطلاق. هنا بقى الموضوع بيكون مختلف، هنا بقى الموضوع بيكون حساس جدا. ففي الوقت ده هل المفروض الاولاد يكونوا في عالم تاني خالص بعيد عن الوضع اللي حواليهم، مع العلم ان لازم ناخد في الاعتبار ان عقول الاطفال دلوقتي بقت مختلفه تماما عن زمان. دلوقتي الاطفال فاهمين، ملاحظين كل حاجه، ملاحظين كمان اي تغيرات بتحصل حواليهم. يعني ربنا يكفيكي شر العيل الصغير اللي دماغه تبقى اكبر منه، دي كارثه. وبيبقى عارف جدا كمان يا اميره كل حاجه بتحصل ورا المشهد. فانواع المشاكل اعتقد ان هي بتفرق في معاكي حق. بصي معاكي حق، وما شاء الله كمان خلي بالك الافلام والمسلسلات والانترنت طبعا اللي بيتفرجوا عليه طول الوقت بيوسع دماغهم، بيخليهم فاهمين كل حاجه. عشان كده احنا النهارده هنفتح النقاش ده ونسال سؤال: مع ام ضد مشاركة الأولاد في مشاكل الأسرة؟ هيكون معانا رأيين مختلفين هنسمعهم، وانتوا طبعا ليكوا الحق ان انتوا تختاروا الرأي اللي تقتنع بيه ويناسبك ويهم مصلحة طبعا ولادك. عايزينكم انتوا كمان تشاركونا على صفحة البرنامج الحريفة. بعد الفاصل هيكون معانا متخصصين هيجاوبوا معانا على السؤال ده في فقرة ضرب حر. وصلنا معاكم، رجعنا لكم تاني، ووصلنا معاكم دلوقتي لفقره استوديو الحريفه. هنأجل فقره ضربه حره لبعد الفقره دي ان شاء الله. بكره عندنا مباراه قويه جدا مع فريق اوكلاند سيتي نيوزيلندي كاول مباراه في بطوله كاس العالم للانديه، فعايزين نسخن كده ونعرف كل حاجه عن المباراه، ونعرف طريقه لعب المنافس، نقط قوته، نقاط ضعفه، مين اللاعبين اللي نخاف منهم، بس احنا ما نخافش من حد طبعا. هل المباراه صعبه ولا سهله؟ كل ده هنعرفه مع الناقد الصحفي اللي منورنا اسلام محمد. اهلا بيك ومنورنا، واحنا جاهزين لك النهارده وجاهزين عايزين نشتغل شغل عالي ونعرف بقى
كل حاجه منك. ازيكم يا حريفه؟ ازيك انت؟ منورنا. عامله ايه؟ منورنا. مبسوط ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، طبعا بيتنا الكبير يعني، وان شاء الله كده باذن الله نبقى وشنا حلو بقى على النادي الاهلي، وتبقى ضربه بدايه موفقه. الاهلي المره الثالثه على التوالي في كاس العالم للانديه، هنتكلم بقى في حاجات كتير. هنتكلم في حاجات كتير ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمنا بكره وتبقى حاجه مميزه، ونبدا ان شاء الله بفوز مهم جدا، ده هيفرق معانا في مشوار البطوله باذن الله. نبدا بالتصريحات الاول. نبدا بتصريحات كولر اللي كانت عندنا تصريحات فعلا لكولر. خلينا نبدا اول حاجه، اول تصريح من تصريحات مارسيل كولر: هدفنا الوصول لابعد نقطه وتركيزنا حاليا على مواجهه اوكلاند. كمان قال المدير الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه أكد على استعداد الأهلي القوي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، موضحا أنه هدفه الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة. وأضاف كولر أن تركيز الجميع حاليا ينصب على المواجهة الأولى اللي هي أمام فريق أوكلاند سيتي والسعي للفوز بها، لكن لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة. وأشار المدير الفني للنادي الأهلي إلى أن فريق أوكلاند سيتي منافس قوي وخاض معسكر تحضير للبطولة في أسبانيا، ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة، وهو ما يظهر أنه ليس ضعيفا، خاصة أنه بيمتلك لاعبين مميزين، لذا فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق. وقال كولر كمان أن قائمة الفريق في البطولة خالية من الإصابات، وأن جميع اللاعبين جاهزون لتلك المواجهة، موضحا أن محمود عبد المنعم كهربا ضمن قائمة الأهلي في المونديال، بينما أحمد قندوسي الوافد الجديد من نادي وفاق سطيف الجزائري خارج تلك القائمة. وضح المدير الفني للأهلي أن التركيز يسيطر على الجميع، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، قبل مواجهة الغد، ونفس الأمر هيكون يوم المباراة، خاصة أن التفاصيل الصغيرة هي التي تفرق كثيرا في تلك المواجهة، وهناك ثقة كبيرة من اللاعبين بأنهم سيكونوا في قمة التركيز لتقديم مستوى قوي في اللقاء. واختتم المدير الفني الأهلي تصريحاته أن الأهلي يمتلك مرونة كبيرة بشأن خطط اللعب في المباريات، حيث تتحدد خطة اللعب دائما حسب استراتيجية المنافسة وطريقة لعبه، ولدينا القدرة على فرض أسلوبنا في أي مباراة. مؤكد أنه لم يحلل كل فرق البطولة، لأن التركيز كان منصبا على مواجهة أوكلاند غدا فقط، لأنها الخطوة الأولى في مشوار الفريق بالبطولة. تعليقك بالتوفيق. الحقيقة كولر دايما بيشتغل على المجموعة، على التوتال بتاع اللعيبة، وليس لاعب أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. دايما في الأهلي بتلاقي سيستم يا هندو يا أميرة ماشي معين، ما بتلاقيش إن المدير الفني بيتعامل مع مجموعة من اللاعبين، حتى لو ما بتشاركش مع الفريق، لا بتلاقي دايما بيتعامل مع الكل على أساس إن هو فريق واحد. هو دايما الأهلي، دايما حلاوة الأهلي لو رجعنا عبر التاريخ هتلاقي إن هو كله الكل في واحد. ما بتلاقيش اللاعب الواحد، أو إن المدير الفني بيتكلم مع لاعب ولاعب لا، زي ما بنشوف في أندية تانية يعني. فالحقيقة كولر الفترة اللي فاتت، أنا تحديدا كمان يعني، بكون متواجد دايما في معظم مباريات النادي الأهلي أو حتى في المؤتمرات الصحفية، الراجل دايما دايما عنده ثقة في اللعيبة، عنده ثقة في الجمهور. لما بيجي يتكلم عن لعيبة النادي الأهلي، ما بيحاولش إن هو دايما يضغط على اللعيبة يا هند ويا أميرة، لا، دايما بيدي كل لاعب حقه. ما بيحاولش يخلي إن اللاعب ده في حتة بعيدة عن كل اللاعبين وده لا. الأهلي دايما معودنا على انه في كأس العالم للأندية بيقدم مباريات كبيرة جدا. المشاركة الثالثة على التوالي هي مشاركة بالنسبة للنادي الأهلي هتكون مشاركة مميزة جدا. يعني في أندية لو رجعنا على مر التاريخ كده هتلاقيهم حتى في عز مكانه وخدوا بطولة أفريقيا يعني من 15 أو من 20 سنة، للأسف هي البطولة اتلغت، ما شاركوش فيها. ولكن الأهلي للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه، أعتقد ده إنجاز كبير جدا. تصريحات كولر هو يعني طبعا القايمة حق أصيل للمدير الفني، سواء ده شارك أو ما شاركش، أو ده دخل في القايمة أو ما دخلش، هو حق أصيل للمدير الفني، لأن هو اللي هيتحاسب فقط لا غير عن القايمة اللي هتكون متواجدة معاه في كأس العالم للأندية. وجود كهربا تحديدا في القايمة أعتقد ده وجود مهم جدا. عودة كهربا والتألق اللي احنا شفناه خلال المباريات اللي فاتت في الدوري، تسجيله في مباراة سموحة، تسجيله في مباراة الزمالك، أعتقد هو حاجة مهمة جدا. أنا شخصيا على المستوى الشخصي، لما بكون في المباريات وبعد في المؤتمرات الصحفية، دايما بوجه له سؤال عن كهربا. الراجل متمسك بيه بشكل كبير جدا. الراجل بالنسبة كهربا، بالنسبة لكولر، هو أيقونة داخل النادي الأهلي، بيحل له مشاكل كبيرة يا هند ويا أميرة داخل الملعب. ممكن تلاقيه طرف، ممكن تلاقيه في راس الحربة. كهربا من النوع اللي أنتِ
بيفاجئك دايما، ملوش ملكه يعني ما تعرفيش تمسكيه، جاي لك منين ما تعرفيش. فالحقيقه اضافه قويه جدا، قائمه النادي الاهلي قائمه محترمه جدا، فيها لعيبه على مستوى عالي جدا. لو تفتكري لما كنت معاكم في الحلقه اللي فاتت معاكم وقلت لك ان خالد عبد الفتاح ومروان عطيه هنشوف لا حاجه مميزه جدا، الاثنين لعيبه اثبتوا ان هم عندهم روح النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي. اتكلمنا عن تيشيرت النادي الاهلي لو تفتكروا برضه، وقلنا ان مش اي لاعب يستحمل تيشيرت النادي الاهلي. اعتقد ان هو معاه قائمه مميزه جدا. الاهلي عينه مش على المركز الثالث بقى، لا احنا خلصت تخطينا بقى المرحله دي. نتمنى وليه لا، نتمنى ان الاهلي نتمنى ان الاهلي يتوج باللقب، نتمنى ان هو يروح للمباراه النهائيه، ولكل حدث الحديث بعد كده ان شاء الله. اعتقد هي دي الروح، يعني هي دي الروح طبعًا اللي الاهلي رايح بيها. طيب كلمنا بقى كده عن الفريق، احنا 28 كلمنا عن الاختيارات اللي كولر عاملها. بص زي ما اتفقنا ان اختيارات كولر للاعبين هو حق اصيل للمدير الفني، محدش يقدر يختلف. دخل مين بقى في القايمه، طلع مين في القايمه، اصل هو استحاله هياخد اللاعبين كلهم. يعني انت لو بصيتي في كل مركز في النادي الاهلي هتلاقي في لاعب واثنين وثلاثه واربعه كمان يا هند. فاعتقد ان هو من يتحمل المسؤوليه في الاول وفي الاخر. في النادي الاهلي دايما مجلس إدارة النادي الأهلي لا يتدخل في شؤون كرة القدم، هو بيسيب المدير الفني هو يختار من يشاء، لأن في الأول وفي الآخر أنا كمدير فني أنا اللي هتحاسب. يعني أنا ما فيش حد، أنا اللي هتحاسب، سواء خدت الشحات، خدت كهرباء، طلعت كريستو بره القايمة، طلعت سافيو. أعتقد ده حق أصيل للمدير الفني. ما وراء الكواليس بقى هو أدرى بيها، يعني هو أدرى بيها كولر. كولر كمان من نوعية المدربين يا هندو يا أميرة، من نوعية المدربين اللي زي ما قلت لك هو ما عندوش لاعب واحد، هو اللي بيشتغل في التمرين وبيشتغل بجديه هو اللي بيكون متواجد معاه. شفنا كهربا بقاله فتره كبيره جدا ما كانش بيلعب او بيشارك في المباريات الرسميه مع النادي الاهلي، شفناه لما رجع كان لسه بيلعب امبارح. طبعا حقيقي، وده حقيقه، يعني ده شغل يحسب للراجل، يحسب كمان للمعد البدني اللي شغال معاه، يحسب كمان للمحلل الاداء اللي موجود مع كولر اللي هو ياسين المكاري اللي محدش حاسس بيه على الاطلاق. الحقيقه الراجل ده عامل شغل، وكل مكان انا بكون متواجد فيه باكد ان الراجل ده عامل شغل كبير جدا. ممكن الناس مش حاسه بيه، ولكن الراجل ده عامل شغل كبير قوي مع كولر، سواء في التدريبات سواء في المباريات حتى في تحليل الفرق الاخرى. انا مش قلقان خالص مع بجد. الاهلي بجد ولا انا على فكره مش قلقان خالص كده خالص يا اميره، لا مش قلقان خالص مع الاهلي في ولايه كولر. طيب دي الحقيقه. احنا معانا تقرير عايزين نشوفه راي الناس بقى وتوقعاتهم بالنسبه للماتش، تعالوا نشوفه ونرجع نكمل كلامنا تاني. بإذن الله الأهلي فايق، وبإذن الله يعمل نتيجة إيجابية بإذن الله، يعني إن شاء الله نطمع بالمكسب بإذن الله. إن شاء الله أنا متفائل خير بإذن الله تعالى يكون في نتيجة إيجابية. إحنا بنتوكل إن هو الأهلي يكسب، إن شاء الله فوز كبير للأهلي. هو طبعا الأهلي حضرتك معودنا دايما على المكسب إن شاء الله بإذن الله، فأنا أتوقع طبعا كالعادة يعني إن شاء الله الأهلي هيكسب. الأهلي دايما كده معودنا على النصر والمكسب إن شاء الله. ان شاء الله احنا نتوقع المره دي نحصل على ميداليه اكثر من البرونزيه، يعني اما المركز الثاني ما كانش الثاني الاول ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله يكون في المراكز متقدمه ونفوز، والاهلي جدير بان ياخد الاول المره دي ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب وياخد نهائي كاس العالم. ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله، ويعني املنا ان احنا نوصل للنهائي. والله يعني متوقع مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي إنها تبقى مباراة مثيرة ممتعة، وإن شاء الله بإذن الله هتنتهي بنتيجة 1-0 لصالح النادي الأهلي بإذن الله. الحمد لله إحنا مطمئنين جدا إن الأهلي يعمل نتيجة إيجابية ونكسب المباراة ونعمل نتيجة كويسة إن شاء الله في كأس العالم للأندية. إحنا اعتدنا على المركز الثالث، ولكن إن شاء الله المفروض نحط الهدف الأساسي بتاعنا اول او تاني. لا ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب، احنا ثقتنا في النادي الاهلي كبيره جدا، الحمد لله دايما مفرحين. الحقيقه ان احنا كمان ثقتنا كبيره. شفتي؟ بص الجمهور كله بيتكلم بثقه غير طبيعيه.
النادي الاهلي، النادي الاهلي يا هند، يعني بصي تخيل انت كده، شوفي سواء سيدات او رجال، شوفي بيتكلموا ازاي، وشوفي الثقه، شوفي الثقه الكبيره. لا هو الاهلي خلاص عدى مرحله ان احنا نفسنا نكسب، لا يعني احنا خلاص في واحد بيقول لي احنا تعودنا على المركز الثالث بس احنا خلاص بقى صحيح احنا تخطينا يعني تخطينا المرحله دي، احنا بقى بنبص على اللقب. تخيلي انت النادي الاهلي رايح للمره الثالثه على التوالي، ورايح للمرة الثامنة في تاريخه، وبيبص على اللقب، وبيلاعب متصدر الدوري النيوزيلندي اللي هو أوكلاند سيتي، يعني الأول هنا بيلاعب الأول هنا. انت فاهم قصدي؟ عايز أكلمك عن أوكلاند طبعاً سيتي. طبعا أوكلاند سيتي المدير الفني طلع وقال إنه صحيح. الأهلي هو الأقرب للفوز. حلو جدا، صح كده. في ناس طلعت قالت لك ده يا عم ده بينيمك، ده مش عارفة إيه. أنت شايف تصريح زي ده إزاي؟ بص هو الأهلي مش من نوعية الأندية اللي ممكن تصريح يأثر فيها. لا الفريق أوكلاند عمل معسكر بالمناسبة ببرشلونة، وكان معسكر ناجح جدا. أوكلاند سيتي المركز الأول في الدوري النيوزيلندي لم يهزم، لعب 9 جولات، كسب 8 جولات، وتعادل في لقاء وحيد. الحقيقة فريق محترم جدا، معهم مدير فني أيضا محترم جدا. المدير الإعلامي كمان بتاعهم طلع وصرح وتصريحات مهمة جدا، قال لك النادي الأهلي قوي جدا، النادي مميز جدا، معتاد ان هو يشارك في كأس العالم للأندية، حظوظه الأقرب والأوفر للفوز، نتمنى ان احنا نعمل مباراة كبيرة امام النادي الأهلي المصري. تخيل انت لما الكلام ده يجي من الفريق المنافس او من مدرب الفريق المنافس او من المدير الإعلامي للفريق المنافس، اعتقد دي بتبقى حاجة مهمة جدا. وخليني اكمل لك على النقطة اللي كنت بتتكلمي فيها هند، ان هل الأهلي بينام كده؟ ما اعتقدش. مش الاهلي يعني مش الاهلي اللي بيأثر فيه تصريح منافس. لو رجعنا خلاص احنا يعني احنا متمرسين، يعني عارفه انت بطوله كاس العالم للانديه بالنسبه لنا احنا دلوقتي بقت زيها زي الدوري المصري او دوري ابطال افريقيا. خلاص احنا بقينا متمرسين، مش بقينا بقى ضيوف على كاس العالم للانديه، لا زي انديه تانية، لا احنا بقينا متمرسين انديه تانية اللي هي في افريقيا وفي اوروبا، يعني احنا خلاص احنا بقينا ضيف دائم في كاس العالم للانديه. فانا مش قلقان على الاهلي. لما كلمتيني كمان عن كولر وعن المعسكر اللي هو عمله وعن القايمه، قلت لك انا مش قلقان مع الاهلي تحديدا في كولر، وانا بحيي العين الخبيره وكل مره باكد لك اللي جابت كولر. الحقيقه احنا دايما احنا عندنا كاريزما خاصه مع المدربين السويسريين. لو رجعنا فايلر ايضا كان الاهلي عامل اداء ولا اروع من كده، كان الاهلي ايضا عامل نتائج ولا اروع من كده. لو رجعنا الفتره دي برغم الصعوبات اللي الاهلي كان بيواجهها سواء في الدوري المحلي تحديدا او في كاس مصر، الا ان الراجل ماشي بخطه ثابته جدا. الراجل تقريبا عامل العلامه الكامله في كل المباريات اللي شارك فيها باستثناء مباراتين تعادل فيهم على ما اتذكر. انما الراجل ماشي مع الاهلي بشكل كبير جدا. فريق اوكلاند سيتي زي ما اتفقنا فريق محترم، فريق يملك عناصر مميزه جدا، عندهم خط هجوم قوي جدا. تادي اللي هو المهاجم بتاعهم ده كان بيلعب في صن داونز، هو مسجل 10 اهداف مع اوكلاند سيتي، هو الهداف التاريخي بالنسبه لاوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه. اعتقد هتكون مباراه كبيره جدا، مش مباراه يعني اللي هو نقدر نقول هتبقى مباراه هاديه، لا ده الفرقتين نازلين كل فريق عايز يسجل وعايز هو ده بقى اسلام ان انا عايزك كده ايه تدينا الخلاصه، عايزين نعرف طريقه لعب الفريق، ايه نقاط القوه وايه نقاط الضعف بتاعتهم، ومين اللعيب اللي نخاف منه، يعني مين احنا ما نخافش من حد طبعا، بس احنا بس بنحب نوضح الصوره يعني ايوه نعمل له حساب سنه حساب. مين اللي نقلق كده؟ ده جامد جدا. بصي فريق اوكلاند سيتي بيلعب بتكتيك 4-3-3، واحيانا بيقلب الخطه ل 4-2-3-1. عندهم خط هجوم قوي جدا، عندهم طاديه اللي انا بقول لك عليه ده مهاجم قوي جدا، عنده 36 سنه او 37 سنه، ولكن مهاجم شرس جدا على المرمى. اعتقد ان احنا عندنا من القدرات ومن الكفاءة ان احنا نقدر نوقف الخط الامامي طبعا. احنا عندنا ما بنهزرش يعني احنا ما بنهزرش في خط الدفاع تحديدا، نمسك الخشب، عندنا عناصر مميزة جدا. عندنا كمان نوعية لعيبة جوكر تقدر تحللك اي مشكله يا هند ويا اميره في اي وقت. يعني انت لو جبت خالد عبد الفتاح قلت له العب سيرد باك، مش هقول لك بقى قلت له ارجع يلعب حارس مرمى، لا خالد عبد الفتاح من نوعيه اللعيبه، وانا كنت براهن عليه هنا من خلالكم، قلت لك من نوعيه اللعيبه المميزه جدا. عندنا كمان خط دفاع قوي جدا يعني ما شاء الله، نمسك الخشب. كولر عامل كوكتيل. طب ده انت خايف من المهاجم ده؟ طبعا. احنا عندنا هو خط، ده اقوى خط. بصي مين تاني عندهم خط وسط، عندهم خط وسط الى حد ما، الاهلي لو مسك خط الوسط عندنا احنا اعتقد ان الموضوع هيفرق تماما. عندهم خط وسط الى حد ما مش بقوه خط الهجوم، عندهم 2 باكات
الاهلي يقدر يشتغل عليهم. ومن خلال قناه الاهلي يعني ان شاء الله باذن الله لو معلول ومحمد هاني فايقين خلال اللقاء بكره ان شاء الله وخلال سير اللقاء اعتقد هيفرقوا معانا بشكل كبير جدا. الباكين عندهم دايما طايرين، فاعتقد ان احنا هنلاقي مساحات في الخلف. عشان كده بقول لك لو علي معلول ومحمد هاني ان شاء الله باذن الله في الميعاد وفايقين بكره اعتقد ده هيفرق معانا بشكل كبير جدا. وجود عندنا بقى حته راس الحرب احنا بالنسبه لنا احنا دي هتفرق معانا جدا. اتمنى اي لاعب طبعا هيشارك بكره طبعا اكيد بكل تاكيد طبعا احنا في ظهره وداعمين ليه، ولكن وجود كهربا بكره كراس حربه اعتقد هيصنع الفارق بشكل كبير جدا. وهاجي لك بعد كده وهقول لك فاكره. شايف من وجهه نظرك الخطه الامثل اللي يلعب بيها كولر بكره قدام اوكلاند سيتي؟ بص احنا دايما يعني احنا بنلعب 4-2-3-1 او 4-3-3 احيانا يعني او 4-4-2 يعني زي ما هو كولر. بصي ما فيش حاجه، هو بياخد المباراه على حده يعني ما بياخد كل مباراه على حده. دايما ممكن يفاجئك يلعب باربعه ورا يلعب ب3-3-3-2-1. انا اعتقد ان بكره كولر هيبدا ب4-2-3-1 4-2-3-1 اعتقد. وجود الشحات ووجود احمد عبد القادر ده هيفرق جدا على الاطراف، خاصه كمان وجود محمد هاني ووجود علي معلول زي ما اكدت لك يا هند واميره هيفرق. هيبدا بالشحات ولا تاو؟ لا اعتقد الشحات. طاهر بنسبه كبيره اعتقد الشحات. طاهر طبعا راجع من اصابه. طاهر راجع جعان كوره زي ما احنا بنقول يا اميره. عايز يلعب، ولكن اعتقد الشحات هتبقى فرصته كبيره جدا. احمد عبد القادر ايضا هتبقى فرصته كبيره. كهربا بصي لو اتكلمنا عن التشكيل انت عندك كوكبه من النجوم، هتحتاري بجد والله هتحتاري تحطي مين. يعني من خط كل مركز كل مركز يعني انت هتحتاري. انت عندك في اليمين محمد هاني. طب انا هقول لك حاجه اسلام، حط لنا التشكيل كده. طيب اللي نفسك فيه اللي كلنا نفسنا فيه. بص يعني لو جينا طبعا في حراسه المرمى محمد الشناوي طبعا لا جدال. الاثنين بقى اللي هم في قلب الدفاع ما اعتقدش ان ممكن يبدا بخالد عبد الفتاح في قلب الدفاع، انا ما اعتقدش. ولكن لو قلت لي تتمنى اقول لك اتمنى. خالد عبد الفتاح لو رجعنا المباريات اللي فاتت في الدوري اثناء الاصابه اللي ضربت طبعا خط دفاع الاهلي بالكامل وعدم وجود ياسر ابراهيم، خالد لعب واجاد جدا وخد كمان رجل المباراه خلي بالك في المباريات اللي فاتت وكان مميز جدا مع النادي الاهلي. ولكن لو جيتي كلمتيني اعتقد ان رامي ربيعه هتبقى فرصته كبيره جدا. ياسر فرصته ايضا قويه جدا. خالد عبد الفتاح لو سالتيني بقى انا شخصيا هقول لك ان ثنائيه خالد عبد الفتاح مع رامي ربيعه خاصه المباريات اللي فاتت ناجحه بشكل كبير جدا. والحقيقه شايفين كمان حاجه مهمه جدا البعض ممكن ما يكونش واخد باله منها، ان خالد بيطلع بالكوره من تحت، ودي كانت نقطه الاهلي مفتقدها الفترات اللي فاتت. وعشان كده لقينا كولر برغم ان خالد لعب في المركز ده اجباريا بسبب الغيابات اللي ضربت الاهلي، ولكن هو لقى ضالته في خالد عبد الفتاح. فاعتقد وجوده في المكان ده ووجود هاني في الباك رايت اعتقد هيبقى وجود مهم جدا. بنشوف ممكن كمان خلي بالك احنا كنا اوقات بنشوف محمد هاني بيخش في مركز السرد باك ده وخالد ممكن يطلع باك رايت. فاعتقد ان الحته دي بنسبه كبيره بكره ممكن يبدا برامي ربيعه وياسر ابراهيم، ده لو ما فاجئناش وحط خالد عبد الفتاح. كمل التشكيل اللي انت عايزه. كمل. علي معلول في الشمال طبعا، هاني في اليمين. الاثنين اللي في الدفاع ورا هيبقى رامي ربيعه ياسر ابراهيم. اليو ديانج حمدي فتحي بنسبه كبيره. اليو ديانج وحمدي فتحي هيبقى بقى في الثلاثه اللي هم تحت راس الحربه. بصي بقى هي الحته دي بقى اللي تحيرك. ايوه تحيرك يعني انت بصي انا اعتقد الشحات حسين الشحات حسين الشحات وطاهر ممكن، بس ما اعتقدش ان هو هيلعب الشحات وطاهر الاثنين مع بعض يعني في نفس المكان. قفشه طاهر هيبقى الشحات وقفشه. حته بقى اللي قدام دي انا بالنسبه لي لو سالتيني هقول لك كهربا. هو تحديدا في المباراه اللي تحديدا فايق ونفسه احنا عايزينه والله نفسه مفتوحه يا هند وامير نفسه مفتوحه صح. عايز يسجل. عارفه انت اللي هو جعان كوره بالبلدي جاي كده من التدريب ما تحسيش ان هو قاعد بقاله بتاع كام شهر. انت تحس ان هو كان بيتمرن مع الفريق وكان بيشارك في مباريات رسميه الفتره اللي فاتت.
جه سجل في مباراتين متتاليتين. تخيلي انت لما يفتح لك مباراه بحجم مباراه الزمالك ويسجل اول اهدافه ويكون سبب مؤثر بشكل كبير جدا ان الاهلي يطلع بالنتيجه الكبيره دي وبالسكور الكبير ده برغم الغيابات اللي كانت كمان الاهلي كان واقع فيها. انت تخيلي ان الاهلي كان خط دفاع بالكامل غايب. بص الصوره اللي معانا دي صفحه الصفحه الرسميه لفيفا كاس العالم. الحقيقه حاجه عظيمه. من يملك ثلاثي كأليو ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي في خط وسطه لا يخشى اي خصم. الاهلي مستعد لكاس العالم. تختاري يا اميره ويا هند. لا تعليقك ايه على ان الصفحه الرسميه لكاس العالم للانديه تنزل حاجه زي دي؟ انت تخيلي ان هنا في ناس يعني في ناس مش عارفه او هم عارفين قيمه اللعيبه دي او قيمه حجم ان الاهلي في كاس العالم للانديه وما بيتكلموش عليه بالطريقه الجميله اللي احنا شايفينها دي. تخيلي دي صفحه الفيفا الصفحه الرسميه للفيفا. ايوه ما هو ده. انت متخيله الناس بتحتفي بالنادي الاهلي ازاي؟ عشان كده لما بقول لك النادي الاهلي مش بقى ضيف، لا ده بقى خلاص بقى احنا خلاص يعني هي بقت لعبتنا كاس العالم للانديه. بقينا دايما موجودين زيها زي الدوري المحلي زيها زي دوري ابطال افريقيا. احنا عايزين حاجه واحده، عايزين كاس العالم للانديه، عايزين اللقب. بصي لو سالتي اي حد من جمهور النادي الاهلي وهم يعني متابعينا دلوقتي هيقول لك نتمنى لقب كاس العالم للانديه. هو ده اللقب اللي ينقص النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي دايما بيشارك. طبعا بجد طبعًا. يعني ان شاء الله احنا بنتمنى كل التوفيق وان شاء الله الاهلي هيجيب لنا اللقب وهيجيب لنا الكاس. انا متفائله جداً. ان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي كده واحنا محققين انتصارات كتير. يا رب. اللهم انت نورتنا جدا يا اسلام. انا اللي كنت مبسوط معاكم حريفه ان احنا ان انا كنت موجود معاكم النهارده. مبسوط ان انا كنت موجود في بيتي قناه النادي الاهلي. كل مره بكون موجود معاكم بكون فخور في القناه العظيمه دي وبشكر طبعا كل فريق العمل والاخراج وبشكركم انتوا شخصيا. واحنا بنشكرك جدا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. استنوني. رجعنا لكم مره ثانيه ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرتنا القويه ضربه حره. زي ما قلنا في المناورة في بداية حلقتنا النهاردة فقرتنا ضربة حرة هتكون عن مع ولا ضد مشاركة الأولاد في مشاكل الأب والأم، وهيكون معنا الصحفية صابرين حسن وهي مؤيدة للفكرة والأستاذ المحامي كريم أبو اليزيد ومعارض للفكرة. احنا هنا أنا وأميرة الحكم بينهم بس. برحب بحضرتك. منورنا. ميرسي بزوجك. أهلا. منورنا. أهلا بحضرتك. أنتوا تمام هتتخانقوا؟ لا على حسب. احنا هنفصل. احنا هنفصل. طيب عايزين ابتدي بمين؟ نبتدي بحضرتك. ليديز فيرست. ليديز فيرست. ليه بتؤيدي فكره ان احنا نشارك اولادنا في مشاكلنا؟ طيب في البدايه انا برحب بيكم ومبسوطه ان انا موجوده معاكم النهارده. بصراحه الموضوع فعلا شيق وموضوع يعني موفق جدا. في الحقيقه يعني احنا بنتعرض لده في بيوتنا، يعني تقريبا اغلب الاسر يعني تقريبا كل الاسر بتمر بازمات سواء اقتصاديه او اجتماعيه. مظبوط. او خلافات بين الزوجين، فاحنا اطفالنا طول الوقت معرضين لده. هو احنا اكيد عارفين ان الاطفال اصلا بطبيعتهم اذكياء جدا وبيلاحظوا وبيركزوا، فاوريدي هم هيعرفوا ايا كانت المشكله هم هيحسوا بيها وهيعرفوا. لو انا ممهد ليهم كاب او كام ومعرفهم ان المشكله دي ايه اسبابها وايه الحلول الموجوده وان احنا اسره واحده وان احنا لازم نتكاتف مع بعض ولازم نتحمل مع بعض، هيكون في درجه من الوعي، فده هيبعد عني شويه ان الطفل يتصدم لما يعرف المشكله. كمان هيخلي الطفل ده يشيل جزء معايا، يعني مش هفضل طول الوقت عندي ضغط ان الطفل ممكن يعرف او اني هعمل ايه او اني هداري او مثلا يكون في مشكله انا مش قادر ابينها او اوضحها عشان انا خايف من الطفل. لكن لو هو عنده علم وهو متفهم طبعا بطريقه طبعا يعني تناسب الاطفال اكيد، يعني مش هدخل. مش شايفه صابرين انه ده حمل زياده على طفل مفروض وقت الطفوله يبقى اهتماماته الحاجات اللي شايل مسؤوليتها هي المذاكره اللعب انه يتبسط، هنعلمه يتحمل المسؤوليه، ولكن مش ضروري ان احنا ندخله في مشاكل زي الجواز. هو ما يعرفش يعني ايه جواز لسه. لا وفي حاجة تانية برضو صابرين قالت، احنا عايزين نفصل ما بين مشاكل الأب والأم خلافاتهم الشخصية، وحضرتك تقولي المشاكل الاقتصادية ومشاكل ملناش دعوة بالكلام ده، احنا تحديدا النهاردة بنتكلم عن مشاكل الأم والأب. فده رأيك
احنا هنرجع تاني لصابرين. بس نشوف كريم. اهلا. انت شايف ايه كريم؟ لا طبعا ضد ان ادخل اي طفل صغير او حد لحد سن ال 15 سنه ادخله في اي مشكله تخص اب او ام. ما ينفعش ان احمله نفسيا اعباء. الطفل ما عندوش حل من غير من اتنين، يا اما يبقى فيه نفور من البيت، يا اما ينحاز لاب او ام. ولو انحاز ده بالنسبه لي بقى نفسيا اكتر، يبقى فيه اضطهاد من الاب. اضطهاد حاليا اصلا في اي بيت في بنت منحازه لباباها والولد منحاز لمامته. في مضايقات بسيطه ان انا احملهم واعرفهم ان في مشاكل او في خلافات ما بيني وبين ماما او ايا كان ايه هي الوضع. لا طبعا ضد ان الفكره دي تماما انهم يشاركوا، بالعكس المفترض ان هم ما يحسوش ان في مشكله. طالما ما عرفوش ان فيش مشكله بالفعل انها هتتحل في اقل من يوم او يومين بالكثير. لكن عارف المشكله اللي في ذهنه دي مش هتتحل. الكبيره اللي هي الزوجه او الزوج هيعرفوا ان المشكله دي خلاص اتحلت واتنست. لكن كطفل صغير يستحيل انه ينسى موقف زي ده، او يشوف بابا بيهين مامته او مد ايد او اسلوب او رد فعل ايا كان، او بص بابا عمل منه ايه او ماما عملت ايه. ما ينفعش ان ادخل طفل صغير بعقله لحد سن ال 15 سنه ان اقول له ان في خلافات بيني وبين بابا تعالى اشهد عليا. ما ينفعش اصلا طفل ان يشهد على بابا او مامته. حلو قوي اصلا كمان انت حددت السن، يعني انت بتقول من سن 15 سنه، ولو اضطرينا نقدر نشارك ولادنا نشاركهم بعد السن ده يكونوا فهموا. طب انا عايز اعرف منك يا صابرين، انت يعني تقدري تشاركي ولادك في المشاكل بتاعتك انت وزوجك مثلا من سن كام؟ شايفه ان عادي ممكن تشاركيهم؟ لا انا شايفه عادي ان في مشكله انا هرد على حضرتك على الاستاذه حضرتك كنت تكلمي ان هم يعني دي مش مسؤوليتهم وكده. لا انا شايفه ان ده هيخليه عنده وعي وعنده تحمل للمسؤوليه. انا مش هضغط عليه، انا مش هدخله طرف. اتفضلي. بس ازاي يعني طفل 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 لسه بينمو بكونينه شخصيته ونفسيته وكل حاجه، تدخليه ازاي في مشاكل؟ يعني هتستفيدي ايه من تدخل الطفل؟ هيفيدك انت شخصيا في ايه؟ انت عايزه تفيديه، هو لسه بينمو، هو لسه بيتربى. لا يعني انا مش هدخله، انا خايفه عليه من الصدمه. يعني في مشاكل اوريدي بتتعرف، في ازمات الطفل بيحس بيها، خاصه يعني في حاله الطلاق. لو انا وبابا اتطلقنا تمام، يعني هسيبه من غير ما افهمه، من غير ما اقول له، يعني مثلا خاصه في حالات المشاهير الشخصيات العامه اللي اخبارهم موجوده طول الوقت في السوشيال ميديا. لو اطفال يعني ومؤخرا شخصيه شهيره مرت بتجربه زي كده، لكن لان هي كانت بتتكلم مع اولادها وبتفهمهم رغم سنهم الصغير، قدرت ان هي تتخطى الازمه ده من غير ما نشوف يعني اولادها حصل لهم ازمه كبيره او اولادها تعرضوا لصدمه. لو احنا خايفين عليهم نفسيا ان هم يعرفوا المشكله، لما انا اتكلم معاه، لما انا اعرفه، غير لما يعرف من بره او حد يتكلم معاه او حد يدخله من بره. كريم يرد ان كريم شايف ان دول بقوا اشخاص سويين. المشكله احنا بنتكلم عليها تحديدا، شايفه انه بقى شخص سوي، شايفه انها فيديو وتيك توك وانها ظهرت من بنت مشاهير او ده، شايفه انهم ممكن يبقوا في يوم من الايام واشخاص اسويه، شايفه انهم هيقدروا يشاركوا او يقدروا يبنوا بيت فيما بعد. لا، انا اشاركهم في انشطتهم في حياتهم. انا عندي حالات بيجوا الزوج والزوجه مع بعض متفقين على طلاق وعقد اتفاق، وعلى الاهل والاولاد ما يعرفوش، يعني اهاليهم ما يعرفوش انهم اتطلقوا. طب وفي حاله لما يعرفوا، يعني لما الطفل يعرف ان بابا ومامته في خلافات بينهم، او بابا ومامته مثلا موجودين في المحكمه، بعد قد ايه؟ لا مش بعد قد ايه، في حاجات انا يعني مش بس بتكون في الاسره، لما بيكون في خلافات كبيره. احنا بنتكلم جوه البيت، المشاكل اللي جوه البيت اللي احنا بنتكلم فيها اطفال قدام الاولاد. بص بابا عمل النهارده ايه، بابا ما جابش النهارده اللي انا طلبته منه، حصل مشاكل، تفاصيل جوه البيت. ما بنتكلمش على بعد الطلاق، مشاكلنا اللي جوه البيت النهارده. لا احنا مفترض هنتطلق اصلا يبقى في عقد اتفاق، لو الزوج وزوج اشخاص اسوياء اصلا او نشأوا في بيئه او بيت اسوياء. ده اللي احنا اتربينا عليه وتعودنا عليه، يعني مفيش مشكله بين الاب والزوج، بين زوج وزوجه تتحل غير بينهم، مفيش اهل بيتدخلوا، مفيش اي تفاصيل، ما بنعرفش حتى مشاكلهم دي عباره عن ايه. فده بالنسبه لي بيطلع طفل سوي بيقدر انه يحل مشاكله فيما بعد، او يقدر الطفل ده لحد سن ال 15 انا بشاركه انشطته، تعليمه، الهوايه اللي بيحبها، بفضل اديله نصايح او بص او بديله كومنتات على التلفزيون او المسلسلات اللي شغاله. لا ما هو الاب هنا غلطان في كذا، بص بابا بيعمل ايه، ما هو عشان كده بابا موعدنا كويس، وبابا بابا ماما كذلك كويسه وشايله البيت وده وده. لا يعني تمام، انا مع حضرتك او ناخد الاولاد تمام في مشاكل هم لسه سنهم صغير. لا تمام حضرتك، هم اصلا لو اسوياء يعني مش هيكون في خلافات ما بينهم، حتى الخلافات ممكن ما توصلش للطلاق، لكن احنا بنتكلم في مشاكل ممكن تحصل. خلافات الازواج ملهاش علاقه بان هم اسوياء ولا لا. انا ممكن ابقى سويه وجوزي سوي، لكن احنا مش على وفاق، ما فيش بينا الكيمستري، مش متفقين في مواضيع معينه. خلينا عايزه اروح لنقطه ثانيه.
نقطة ما بعد الطلاق. خلينا نبتدي من كريم، شايف ما بعد الطلاق ايه اللي المفروض يتعمل مع الاولاد؟ المفترض ان يتعمل الاولاد ما يعرفوش اصلا لمرحلة معينة ان في انفصال تام. عقد اتفاق بيتكتب بين زوج وزوجة تفاصيله كلها، اشوف ولادي ازاي، ايه اخدهم عندي قد ايه، ليكي مصاريف كام، يكفي بيتي كام واولادي كام، وعقد اتفاق يتم انفصال بدون معرفة الاولاد اصلا. الاب موجود، بيته موجود، بابا هياخدهم النهارده، بابا مسافر. انا حالات كتيرة جدا شهريا بيجي لي حالة واتنين نفس الوضع، لان هما على وفاق تمام، احنا اختلفنا، كنا مرتبطين ببعض وعن حب وواخدين بعض كويس جدا، بس اختلفنا، فعايزين الطفل ده ما يحسش باي مشكله. وطفل واثنين وثلاثه عندهم، يعني ناس عدوا المرحله دي وناس لسه متجوزين بقالهم سنتين ثلاثه بس خلاص. احنا اختلفنا النهارده، ما ينفعش ان احنا ندخل الطفل اللي احنا جبناه حياه جديده في مشاكل. بابا وماما انفصلوا، بابا حصل وبابا حصل، بالعكس ده بيحاولوا انهم يروحوا المدرسه مع بعض عشان ما يحسسوش الطفل ان في انفصال. هقول لك ليه يا كريم ده، لان لما بندخل الاطفال بتسوقي صوره طرف من الطرفين، حد بيبص صورته هسوق صوره الاب او الاب هيسوق صوره الام، فليه؟ ما انا بنحاز وهنحاز وبعد كده هيعمل ايه؟ تطاول من الطفل ده على الاب او على الام. خلينا نروح، انا هاخد رايك دلوقتي صابرين، بس خلينا نروح نشوف راي الناس على السوشيال ميديا. في النسمه الحمزاوي بتقول صح جدا، الولاد ما لهمش اي ذنب في اختيارات الاب والام، ضد جدا، الولاد ما لهمش اي ذنب في اختيارات الاب والام، وما لهمش ذنب ان طفولتهم تبقى كلها مآسي واحزان. والسن الصغير ده بيبقى سن تكوين شخصيه الطفل، فما ينفعش في سن تكوينه ندخله بمشاكل وخلافات هتاثر عليه نفسيا. اوكي. في مازن بيقول مع طبعا، لان عندهم افكار وحيويه. ده رايي مع في ده رأي تاني. ده يامن بيقول يامن. مع مشاركة الأبناء طبعا لنمو، علشان ينمو على تحمل المسؤولية. في ميار عادل ضد يا هند، ولازم الأب والأم يكونوا أسوياء نفسيا. صابرين تعليقك على كلامنا ما بعد الطلاق، وتعليق كمان عن كلام الناس على السوشيال ميديا. طيب اوكي، انا لما كنت بتكلم في الموضوع ده الاستاذ كريم قال لا احنا بنتكلم على داخل البيت، مش في الطلاق، مش ما بعد الطلاق. انا شايفه ان المشاكل كلها عموما سواء قبل الطلاق او بعد الطلاق لازم الاطفال يكونوا على وعي بيها. انا مش هدخل، انا مش هجيب ابني اشهده على بابا، او هجيب ابني اشهده عليا، او يعني انا مش هدخله بالشكل ده، لكن انا هشاركه، هعرفه ان انا وبابا عندنا مشاكل، او مثلا وصلنا للطلاق، انا وبابا يعني احنا بنحب بعض وبنحترم بعض، بس احنا مش عارفين نعيش في بيت واحد، فهو هيبقى في بيت وانا هبقى في بيت، وده بابا تحترمه ودي ماما تحترمها، لكن يكونوا عارفين. لكن ان انا الطفل يتصدم، الاطفال اذكياء جدا، اي مشكله هيحسوا بيها، واي مشكله هم اصلا جزء منها، هم مش منفصلين عن البيت او منفصلين عن الزوجين. احنا انا للأسف الشديد الفقرة خلصت، بس أنا عايزة أقعد معاكم بعد الحلقة. لا أنا لازم أقعد مع صابرين. هنقعد مع بعض أكيد. في النهاية هو في اللي معه في اللي ضد، الصح فين؟ في الآخر بنرجع للخبراء النفسيين أو خبراء العلاقات الأسرية يقولوا يساعدونا أكتر. أنا بشكركم شكرا جزيلا، شكرا كريم وصابرين، نورتونا في الحريفة. البيت الصح أو البيت السوي والصحي مش البيت اللي فيه مشاكل وخلافات، البيت اللي أهله يقدروا يتعاملوا مع الخلافات والأزمات دي بشكل صحيح، خصوصا لو بينا أولاد. ودي كانت الآراء، بس في النهاية أنتم أصحاب القرار. خلصت فقرتنا، تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقة. رجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لآخر فقرات حلقتنا استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة ليها علاقة بفصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، لأن السقعة بتخلي أغلبنا بيشتكي من تعب، وجع في المفاصل والعظام، مع تيبس شديد في العضلات، وتحس كده بشكل عام بحالة من الخمول والكسل، وأحيان كتيرة بتوصل عند بعضنا بأننا نكون مش قادرين نتحرك كويس أو نبذل أي مجهود حتى لو بسيط. عشان كده هنتكلم عن سبب ألام العظام والمفاصل في فصل الشتاء مع ضيفنا اللي منورنا، الضيف العزيز دكتور علاء الدين أحمد، المستشار العلمي لباكس فارما. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، منورنا. أنا سعيد أن أنا بوجودي معاكم في الحلقة الثانية ليا في برنامج الحريف. الله يخليك يا دكتور، احنا كمان مبسوطين. علاقة الشتاء بألام العظام والمفاصل والعضلات كمان. طب أنا عايز أربط حاجة كده ببعضيها، هي الفقرة دي كلها هنربط حاجات ببعضيها، بس أنا عايز أربط العنوان الفقرة اللي هي استشارة طبية باسم البرنامج.
ايه الهدف من الفقره بتاعتنا؟ ان احنا نبقى ازاي حريفه في التعامل مع جسمنا، حريفه ازاي في التعامل مع غذائنا، حريفه في ازاي التعامل مع الدواء بتاعنا. عشان تبقى حريفه لازم يبقى عندك المعلومه. مظبوط، هو ده بقى الهدف الاساسي من هذه الفقره. ان احنا ازاي ندي للساده المشاهدين المعلومه فيبقى بالتالي هم حريفه في ازاي التعامل مع جسمهم. حلو الكلام. يعني مثلا على سبيل المثال لما نيجي نقول مثلا ايه، خلي بالك من ضمن اسباب الكآبه في فصل الشتاء هو نقص فيتامين د. طب ليه نقص فيتامين د؟ لان احنا مش بنتعرض للشمس كتير. دي ثقافه لازم تبقى حريف ازاي انك ازاي تتعرض للشمس فترات طويله، فبالتالي ده يحسن من الحاله المزاجيه بتاعتك. تمام. خليني بقى اخد من مقدمه حريك، هو ليه الام العظم بيزيد في الشتاء؟ تمام. لما درجه الحراره بتقل ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان درجه حراره الجسم بتقل. مظبوط. فيبتدي سبحان الله الدم يتدفق في المنطقه الوسطى في جسم الانسان اللي هي فيها الاعضاء المهمه زي القلب زي الرئه زي الكبد زي المعده، ويبتدي كميه الدم اللي وصل العظم بتقل. فعلشان كده نبتدي نحس نشعر بالالم. عشان كده لما يجي يقول لك ايه انا عندي الم في العظم، اول حاجه بنقول له ايه؟ ده في المنطقه دي. هو ده في المنطقه دي ليه؟ لان درجه الحراره فيها بقت قليله. دي رقم واحد. رقم اثنين ان سبحان الله هتلاقي ان العظم في بينه سائل لزج. السائل ده لما درجه الحراره بتقل لزوجته بتزيد، فده يديك احساس بالام العظم اكتر. وده السبب الثاني اللي بيخلي في فصل الشتاء ان احنا بنحس بالام العظم اكتر من الصيف. وده برضو اللي يخليني اقول لك ايه، ده في المنطقه اللي متصابه عندك او اللي يحس فيها بالالم. السبب الثالث زي ما قلنا في المقدمه هو نقص فيتامين د، لان احنا بنتعرض للشمس بصوره اقل، فبالتالي فيتامين د ده هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم، والكالسيوم ده هو الاساس في مكونات العظم. مظبوط. دول ثقافه. عشان كده احنا رقبطنا بين الاستشاره وانك ازاي تبقى حريف. يا سلام. يبقى لازم تتعرض بقى ازاي للشمس فتره طويله. ده اللي هنعرفه بقى. الناس بقى ممكن تعمل ايه عشان تبقى حريفه. تمام. تقدر تعيش فصل الشتاء كده بدون الم. بص حضرتك خلي بالك، هو بس انا عايز يعني اضيف حاجه، هو ما بقتش فصل الشتاء بقت على مدار السنه، لان احنا بنتعرض للتكييف، فالتكييف ده بيقلل درجه حراره الجسم. فعشان كده هتلاحظ الناس اللي بتتعرض للتكييف فترات طويله يقول لك انا بقى عندي الم في عظمي. عشان كميه الدم اللي بتتدفق للعظم قلت. عشان كده اول نقول له روح البيت اتدفى. وعشان كده ده يفصل لك برضه ليه الام العظم بتزيد بالليل، لان بالليل درجه الحراره بتقل شويه، فبالتالي كميه الدم اللي بتتدفق للمنطقه العظميه بتقل، فبالتالي يبتدي نشعر بالالم. طيب دايما انا من مدرسه الوقايه خير من العلاج. اكيد. وسبحان الله واحنا بنتكلم النهارده على كورس من المكملات الغذائيه، ودايما بقول المكمل الغذائي هو مش العلاج، هو الوقائي. يعني انا مش عايزك توصل لمرحله يبقى عندك المشكله. لا، بما ان انا بديك مكمل غذائي يعني انا بديك صوره مبسطه من الغذاء في صوره مكمل غذائي. تمام. عشان كده لما نيجي واحنا ربطنا ما بين فصل الشتاء وما بين الام العظم، عشان كده النهارده هنتكلم على كورس العظم، وهو كورس متكامل. اثرنا في حوارنا فيتامين د والكالسيوم. عشان كده هنتكلم النهارده على اول مكمل غذائي عندنا كوقائي هو فيتامين د. فيتامين د ده اللي هو الفيتا بيكس بتاعنا، هو الاساس اللي انا ببني عليه. خلي بالك في مشكله كانت ايه، يقول لك ايه بس انا بشرب لبن كتير بس برضو عندي الم في العظم. لان انت عندك نقص في فيتامين د. ولو تفتكروا حضراتكم من 10 سنين ما كانش عندنا الاويرنس او الوعي بالنسبه لفيتامين د. دلوقتي حضرتك اي الف ب بتروح بتعمل على طول التحليل بتاع فيتامين د، و90% من الناس في الغالب بيبقى عندها نقص فيتامين د، لان احنا بقينا نتعرض للتكييف فترات طويله وبنش نمارس رياضه مش بصوره منتظمه، فده كله بيؤدي لنقص فيتامين د. يبقى النهارده اول حاجه عندي في الكورس بتاعنا في كورس المكملات الغذائيه الخاص بالعظم اللي هو الفيتا بيكس. والفيتا بيكس هو هتلاحظوا ان تركيز الفيتامين د فيه 2000 وحده دوليه، لان خلي بال حضرتك ان الجسم بيحتاج وحدات معينه من فيتامين د. الجسم بيحتاج في اليوم من 2000 ل 4000. اوكي. المفروض ده تاخدهم عن طريق اكلك. تمام. وده ما بيحصلش او التعرض للشمس. علشان كده دايما يقول لك فيتامين د هو فيتامين الشمس. لان الشمس هي المسؤوله عن تحرير فيتامين د تحت الجلد. علشان كده تلاحظ دايما ان الناس اللي بشرتهم داكنه تلاقيهم عندهم نقص في فيتامين د اكتر من الناس اللي بشرتها فاتحه. لان الشمس ما بتوصلش بالكميه الكافيه لتحرير فيتامين د. يبقى اول مشكله احنا حليناها النهارده اللي هي مشكله نقص فيتامين د،
اللي هو عن طريق ان انا بديك الفيتاميكس اللي هو بالتركيز بتاعه 2000 وحده دوليه. ولو انت عايز تاخده جرعه وقائيه زي ما اتفقنا بتاخد قرص واحد في اليوم. دي احتياجات الجسم في اليوم. تمام. طب انت لو بتشتكي بقى من وجع في العظم، من خمول، من تساقط في الشعر، من ارق، من حالات اكتئاب، الناس اللي بيبقى عندها مشكله في ضوافرها، الناس اللي بيبقى عندها مشكله في عمليه الحرق، يقول لك انا بعمل انظمه غذائيه كتير بس ما بخسش، لان هو عنده نقص فيتامين د. ده ياخد قرصين مع بعض من الفيتامكس. دكتور أوكي. في ناس كتير تقول لك انا ليه اخد مكملات غذائيه، ما انا ممكن اكل واخد كل العناصر من الاكل. على فكره لو هو بياكل وبياخد العناصر الغذائيه المطلوبه وعمل التحليل بتاعته وما عندوش مشكله ما ياخدش المكملات الغذائيه. لا بس ما عمره ما انا يعني ما هيك رديت عمره ده ما هيحصل. عمره ما هيحصل. ليه؟ لان احنا خلي بالك احنا نفتقد الثقافه الغذائيه. يعني مثلا حد عارف ان مثلا من ضمن المصادر الاساسيه الفيتامين د عصير البرتقال، صفار البيض، زمان كانوا يخوفونا من صفار البيض، الاسماك الزيتيه، احنا ما عندناش الثقافه دي. فعشان كده تلاقي معظمنا التعرض للشمس، وتعرض للشمس برضو ده مش في اي وقت، لازم وقت الصبح او وقت الغروب. كل دي ثقافه احنا نفتقدها. فاحنا عشان كده بديك فيتامين د في صوره مبسطه من صوره المكمل الغذائي. انما لو انت عندك الثقافه وبتعملها انت مش محتاج تاخد فيتامين د. انما لو ما عندكش ورحت عملت التحليل او بتشتكي او ما بتاكلش الاكل بتاعك يبقى لازم تاخد الفيتامكس عشان ما يحصلكش كده. حلينا مشكله الاساس الفيتامين د. احنا اتفقنا ان عظم الانسان هو الاساس فيه هو الكالسيوم. تمام. عشان كده واتفقنا ان الكالسيوم ليه العظم بيزيد في الشتاء الامه عشان كميه الحراره اللي بتوصل للعظم قليله. اوكي. مع العلم بقى بالاضافه كمان ان احنا ما بناخدش جرعات الكافيه من الكالسيوم. على فكره الكالسيوم حاجه تراكميه، يعني مش مثلا انت قعدت يومين ثلاثه ما تاخدش كالسيوم فتبقى عندك نقص في الكالسيوم. هي المشكله هي مع الزمن. مع الزمن. عشان كده تلاقي على ال 30 وال 40 وال 50 تبتدي تظهر مشكله نقص الكالسيوم. فاحنا عشان كده لما بديك المكمل الغذائي اللي هو المكمل الغذائي الثاني بتاعنا اللي هو سيدي زيت بيكس اللي هو موجود فيه الكالسيوم في صوره الكالسيوم ستريت، بقول لك خده كحاجه وقائيه. وقائيه. لان انت ما بتاخدش الثلاث وحدات اللي المفروض تاخدهم من الالبان اللي هو ثلاث كوبايات لبن في اليوم، ده ما بيحصلش. عشان كده هتلاقي مع وخاصه بس تلاقي السيدات مع فتره انقطاع دوره الشهر بتلاقي المشكله دي بتظهر عندها اكتر من الرجاله. فالمفروض ان انا بقول لك بمجرد انت ما تعرف تبلع يبقى تاخد الكالسيوم في صوره السيدي زيت بيكس، وتركيز الكالسيوم فيه 1350 ملي جرام. موجود في صوره الكالسيوم ستريت دي على فكره برده مهمه جدا، لان معظم الناس اللي بتاخد الكالسيوم تشتكي يقول لك انا عندي قرصه في المعده. هو مش من الكالسيوم، هو الصوره الكالسيوم محطوط فيها، محطوط في صوره الكالسيوم كربونيت تقيله. دي بتعمل قرصه في المعده وساعات بتديك احساس بالقيء وممكن تعمل لك امساك. الكالسيوم ساتريت اللي محطوط فيه السيت زيت بيكس الكالسيوم فيه ده ما بيأثرش في المعده ولا بيتاثر في المعده وزي ما موجود عندنا على الشاشه. وخلي بالك في الامريكان والاوروبيان العيان او مش عيان بيدوك بروتوكول كوقائي قرص واحد تاخده في اليوم بس في صوره الكالسيوم ساتريت. يبقى احنا حلينا مشكله النقص فيتامين د وحلينا مشكله نقص الكالسيوم. مظبوط. خلي بالك حضرتك برضو من ضمن الاعراض اللي بتزيد قوي يقول لك انا المفاصل وجعاني. مفصل ركبه، مفصل حوض، مفصل كتف. وعلمونا ان تعريف المفصل هو اي عظمتين بيلتقوا ببعض عن طريق الاربطه وبينهم غضاريف وبينهم السائل ده بيسموه مفصل. اوكي. والغضاريف هنا بتشتغل كانها وساده او مخده عشان تمنع احتكاك العظم ببعضه. تمام. عشان كده احنا حلينا هذه المشكله. الناس اللي بتعاني من الام المفاصل او مش عايزه توصل لمرحله الام المفاصل ان انا بديك المكمل الغذائي التالت بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس، وحتى من اسمه جوينت حاجه خاصه بالمفاصل. عباره عن بقى الجوينت بيكس ده عباره عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. عباره عن كلوكوزامين بتركيز 500 ملي جرام، وعباره عن كوندروتون تركيز 100 ملي جرام، وعباره عن هيرونيك اسيد تركيز 50 ملي جرام. الثلاثه دول الجسم اوريدي بينتجه، بس هو اللي بيحصل مع العادات السيئه الخاطئه والحركات العنيفه وانك ازاي ممكن تشيل حاجه، وخاصه ستات البيوت او اللي بيلعبوا رياضه بس ما يلعبوش تحت اشراف حد متخصص. مظبوط. ايه اللي بيحصل؟ ان الماده اللي تفرز دي ما بتبقاش كافيه ان هي تعوض الاربطه، مشاكل الاربطه والغضاريف. اوكي. لان الثلاث مواد دول هم المسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف وصوره حركه المفصل. عشان كده انا حطيتهم في ايه؟ في صوره في مكمل جوينت بيكس. بيعملوا ايه الثلاثه دول؟ هيروك اسيد ده اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف اللي احنا اتفقنا ان هو مع الحركات الخاطئه السائل ده بيقل، وده بيخلي الغضاريف تتاكل فنخش في خشونه الركبه. دي مشكله. ودي بقى خشونه الركبه دي مشكلتها كمان في تغيير المفصل، وعمليه مكلفه جدا.
الكلوكوزام والكوندروتول دول مسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف. يبقى النهارده انا جددت لك الاربطه والغضاريف، سهوله الحركه، وحافظت على العظام. بس الجوينت باكس ما اكتفاش بكده وبس، حط لك مستخلص الاناناس. مستخلص الاناناس ده هو المسؤول عن التورم اللي بيحصل في منطقه المفصل. اوكي، في بعض الناس لما بيبقى عندها مشكله في المفصل تلاقي الحته دي ورمت عندها. فانا حطيت لك مستخلص الاناناس اللي هو مستخلص البروملين اللي هو بيخفف التورم. في بقى اخر حاجه موجوده في الجوينت بيكس عندنا اللي هو مستحضر الجنجر او الزنجبيل. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيخفف الالام وبيحسن كفاءه الدوره الدمويه في منطقه المفصل، ودي بيعالج لك مشكله درجه الحراره لما بتقل. لما درجه الحراره بتقل ايه اللي بيحصل؟ الدوره الدمويه في منطقه المفصل بتقل، فوجود الجنجر او الزنجبيل في الجوينت بيكس بيحسن من كفاءه الدوره الدمويه في منطقه المفصل. عشان كده بنقول ان هو عباره عن خمس حاجات، وبيعمل خمس حاجات. عباره عن كلوكوزامين والكوندروتون هيونيك اسيد ومستخلص الزنجبيل ومستخلص اللي هو البرومالين او مستخلص الاناناس، سهوله الحركه، تجديد الاربطه والغضاريف، صحه العظم، اخر حاجتين ان هو مسكن الالام ومضاد للتورم. حلو قوي. هو احنا دايما حتى الجنزبيل والقرفه بناخدهم كده كحاجه بتنشط الدوره الدمويه فعلا وبتسخننا. حضرتك لو دخلتي وكتبت على جوجل ايه اهم فوائد الزنجبيل هيجيب لك من اهمها هو الحفاظ على صحه المفصل والغضروف، وبيحسن كفاءه الدوره الدمويه. طيب يا دكتور، خلاص احنا هنقتنع بموضوع المكملات الغذائيه لانه فعلا مهم ومحدش فينا بياكل مظبوط. السؤال الاهم بقى، احنا مش عايزين ندفع كتير، احنا مش عايزين حاجه مكلفه. عايزه اطمن الجمهور بالنسبه لسعر الكورس. ده سؤال في منتهى الاهميه، خاصه في الحاله الاقتصاديه اللي الناس كلها بتعاني منها. حضرتك في حاجتين، اولا الكورس ده بيمنع عني مشاكل كبيره جدا تغيير المفصل، هو ما ادراك بتغيير المفصل. ثانيا هو الكورس سعره مور اكونوميك، اقتصادي جدا. وخاصة لما تقارن الكورس ده بمثيله من الحاجات التانية المستوردة. اوكي. فهو انا بطمنك تماما، سعره مناسب جدا جدا، وعلى فكرة الكورس بيكفي شهر. حلو قوي، حلو قوي. بيكفي شهر. بيكفي شهر كعلاجي كمان مش وقائي. لأن احنا اتفقنا انا لو هاخد كوقائي هاخد قرص واحد من الفيتابيكس بعد الفطار. وقرص واحد من سيتيزيت بيكس اللي هو الكالسيوم بعد الغداء، وقرص من الجوينت بيكس بعد العشاء. ده لو وقائي. اوكي. وانا افضل ان احنا ناخده كوقائي. طيب لو علاجي، انت بتشتكي بقى من سوء طقطقه في الركبه، من الم في العضل، بناخد قرصين من الفيتا بيكس بعد الفطار، قرص من السيزيت بيكس بعد الغداء، قرصين من الجوينت بيكس بعد العشاء. والب مالتي فيت بقى. الالب مالتي فيت ده حضرتك بقى، ده انا بعتبره ثوره وثروه في مجال المالتي فيتامينز، مجال المكملات اللي هو الفيتامينات والمعادن. لان حضرتك ده في 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن المهمه اللي الجسم بيحتاجها. حاجة زمان لما مثلا تروح عايز حاجه للمناعه، الدكتور يكتب لك زنك، تروح تشتري الزنك لوحده. بالظبط. فيتامين سي، تروح تشتري فيتامين سي لوحده. عند حضرتك مثلا سي فيتامين بي، تروح تشتري فيتامين بي لوحده. لا، هو جمع لك كل الحاجات دي في قرص واحد بتاخده بعد الفطار. فوليك اسيد اللي هو الخاص بالانيميا، في الزنك الخاص بان هو بيرفع بيحسن كفاءة الشعر وبيقوي المناعة، في فيتامين سي اللي هو بيحسن نضارة البشرة ان هو بيحسن من تجديد الكولاجين وكمان بيرفع من كفاءة جهاز المناعة، في مجموعة به كلها بي 1 و 2 و 3 و 6 و 5 و 12، دول خاصين بان هم للأعصاب وكمان بيساعدوا في حتة الميتابوليزم او حتة اللي هو تمثيل غذاء الكربوهيدرات. في الكبر اللي هو النحاس، النحاس ده بيحسن من كفاءة الغدة الدرقية، وده من ضمن الحاجات اللي بتعالج حته الخمول، وكمان بيحسن معدات الحرق وبيقلل من عمليات اللي هو الشيخوخه المبكره، بيقلل من ظهور عمليات الشيخوخه المبكره. ازاي ممكن الناس بتتفرج تحصل على الكورس ده؟ حلو قوي. ده بقى على فكره ده بقى اهم سؤال. ليه بقى؟ اولا ارقام التليفونات اللي موجوده دي موجوده على الشاشه، بس هي مش قصه برضو في ارقام التليفونات. حضرتك بتتصل، فريق طبي متخصص بيرد عليك، بيسالك بعض الاسئله عشان يحدد لك الجرعه بالظبط اللي انت تاخدها. اوكي، كل حاله على حده يعني. ومش كده وبس، بتعمل لك فايل كامل وبيتم المتابعه معاك عن طريق التليفون كل اسبوعين او كل اسبوع، ايه الاخبار، الدنيا مشيت معاك ازاي، خدت ايه ما خدتش ايه. يعني احنا بنحاول ان احنا نقدم خدمه للساده المشاهدين بحيث ان هم يبقى عندهم صحه كويسه في العظم. صح ان شاء الله. طيب حلو، نطمن برضو الجمهور، هل الكورس بيناسب كل الاعمار؟ تمام. بيناسب اصحاب الامراض المزمنه؟
خلي بال حضرتك، هو مش عايز اقول لك، هو طبعا بما انهم بنتكلم على مكملات غذائيه فهو بيناسب جميع الامراض. حتى انت حضرتك على سبيل المثال مثلا عندنا مرض الكلى اللي هو مرض مزمن، هو اوريدي بياخد الكالسيوم. هو بيروح بيقول له انا باخد الكالسيوم، هيقول له اه الجرعه دي تمام، يظبط له الجرعه. وعايز بس اقول لك على حاجه اخيره، ان كمان الكورس ده موجود في بعض المستشفيات الكبرى في محافظات القاهره والجيزه واسكندريه، وده دلاله على الثقه في الكورس ده، انه كورس امن ومعتمد وكل مستخدم. حاجه احنا بنشكرك جدا يا دكتور. اشكرك انا شيء جدا، افدتنا وان شاء الله نكون فدنا الجمهور. لا كمان ان شاء الله تعالى نحتفل بكره بفوز النادي الاهلي. لا يا رب ان شاء الله. نشكر حضرتك جدا، نورتنا. للاسف خلصت حلقتنا. عايزين ننوه اننا بكره هيكون معانا حلقه خاصه جدا واستثنائيه طبعا عشان مباراه الاهلي واوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه، فاستنونا بكره في حلقه خاصه عن المباراه. باي.